الإنجاز هي المباراة الإعجاز، أن تصل إلى المباراة النهائية وتكون قاب قوسين أو أدنى من لقب يدخلك التاريخ. هي البداية والضربة الحرة بعدما أطلق صفرة البداية حكم اللقاء فاسيليس ديمتريوس. لعبت على طول والهجمة ودخل صامول، خد صامول، مفيش خطورة. يا راجل أنا عايز أقول مفيش فاول لأن كانوا بيقولوا لمسة يد، إنما الخطورة كانت قائمة. ملعوبة داخل منطقة ال 18 وعلى طول على طول زياد. وخطورة يا راجل، كيف أنت يا جعفر؟ الجديد تعادل سلبي يتيح الفرصة لكلا الفريقين في الشوط. صفرة البداية يطلقها الآن بعد الإشارات مع المساعدين فاسيليس ديمتريوس، معلن انطلاق الشوط الثاني. كرة عالية داخل منطقة 18 ترتد الحيدر، يا حيدر الأولانية، يا حيدر طلعت منه على طول داكرمانجي. الثاني هذه مرة ثانية خطيرة، وموسى حجيج بيلعب العرضية، يا راجل يا راجل يا حسن، للمرة الثانية في المباراة. أو الكورنرز، العرضية الخطيرة الخطيرة، وطحن طحن 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 البند السادة، طحن البند السادة للنجماوية، إنما على طول عصر الورد عشان يشرف جمهور الصفا. شاهد الحلو، هذه الحلو وهذه الفرحة وهذه المدرجات. شمس لجعفر كتير، انما لعب على طول فوق. الله الله يا موسى، والله يا زياد، اروع ما في اللقاء، كرة الجول، كرة التعادل. هذه استلام من صامول، عدى صامول، خطيرة صامول، الثاني يا ولد يا دكرمانجي، يا ولد يا دكرمانجي، إنما حيدر دكرمانجي بيصوب الأخطاء، عايز يلعب هو، يرسل الكرة فعلا، ما فيش وقت غير بالطريقة دي، وعلى طول معدية وحسين. يا راجل يا راجل يا راجل يا حسين، الله 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 يا أسد، الله يا صمد، يا ولد يا ولد يا ولد، ايه يا ابن الرشاقة دي؟ من أين لك بهذه الرشاقة؟ منذ متى والرشاقة صاحب الجسم القصير المكير؟ يا نجمة، يا حظك يا نجمة، مبروك 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 مبروك، الصفا بطل لبنان.